السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم دي ميني كيش، كيجيو غزالين وسهلين في نفس الوقت. نبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه للعجين لاباط بريزي غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الفورص، قبيصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخل، بيضه كامله، 125 غرام ديال الزبده تكون بارده، و ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب حتى هو يكون بارد. نبداو ندير الدقيق 300 غرام و 125 غرام ديال الزبده كيف قلت لكم تكون بارده. صافي غنخدمو غير اطراف الاصابع، ما خاصهاش تكون بحال العجين مرمله، غير بحال غنحاولو غير نذوبو شويه هاد الزبده ونخلطوها مع الدقيق. هاد العجين ما كتحتاج الدلك، نبقى غادا بحال هكا حتى نخلط الدقيق مع الزبده. صافي من بعد ما خلطنا الزبده ماشي كنذوبوها بزاف، ما خاصهاش تجي بحال العجين مرمله، خاصها تبقى بحال هكا باينه شويه. غنزيدو معلقه صغيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال الخل، قبيصه ديال الملح، ونزيدو البيضه كامله. صافي غنجمعوها غير باطراف الاصابع ديالنا. كيفشتو كنجمعوها بالاطراف ما كنعجنوهاش. صافي غنزيدو الحليب. بالنسبه للحليب غنزيد جوج معالق ونشوف واش غتجمع لي العجين، عاد باش نزيد الثالثه. جمعتها كيف قلت لكم ما خاصناش ندلكوها، غندخلوها الثلاجه واحد نص ساعه. تحت العجين انا غنديرها في هاد لي بيتي مول صغار، قطعت بهاد الجبانيه حيت كبيره شويه. بالنسبه للسمك ما كيكونوا مرقق مغلاط، غنديرهم في هاد لي بيتي مول ديالنا. بعد ما دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، صافي غنحيدو هاد الزائد. صافي نبقاو غاديين بحال هكا حتى نعمرو كاع لي بتيمول ديالنا. صافي من بعد ما درنا العجين في كاع هاد لي بتيمول غنضغطو عليهم بحال هكا بالفوخشات حتى جناب حتى هما، وغندخلوهم للكونجيلاتور المجمد بما بردت لينا الحشوه. بقاو غاديين بحال هكا حتى نضغطو عليهم كاملين، ومن بعد غنديرهم في الكونجيلاتور. صافي بقاو غاديين بحال هكا. العجين ديالنا نوجدو الحشوه. هنا كيف كتشوفوا عندي صدر ديال الدجاج، ممكن بلا صدر ديال الدجاج ديروا الكفته اولا ديروا الطون اولا ديروا غير الخضره بوحدها. المهم عندي صدر ديال الدجاج مع بصله، جوج بصيلات صغيرين، ودرس ديال الثومه اللي قطعتهم طريفات صغار، و
عندي هنا شامبينيون. بالنسبه لاباراي ديال هاد ليكيش غنحتاجو جوج بيضات، غنحتاجو واحد ياغورت طبيعي، غنحتاجو قبيصه ديال الملحه. هنا عندي جوج فرماجات المثلتين، عندي معلقه صغيره ديال النشا، عندي شويه الربيع، عندي نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، عندي شويه البزار والثومه خضراء. اول حاجه غنديرو هاد البصله تشحر لينا. درت هنا شويه ديال الزيت، غنديرو البصله ديالنا. غنخليها تشحر شويه باش غنزيدو السر ديال الدجاج ولي شامبينيون. صافي غنديرو الدجاج ديالنا. ديروا العطريه، ديروا مليحه، ديروا سكينجبير، المهم العطريه كامله وصافي. تحميها صار. ندير شويه ديال الهيصه الا بغيتو كتبغيو الهيصه، ندير غير شويه. صافي نخلطو هادشي، نخلي هادشي يتحر مزيان. صافي نخلي هادشي يتحر مزيان. بالنسبه لاباغي كيف قلت لكم غنديروا هنا واحد ياغورت طبيعي مع جوج فرماجات، نخلطوا هادشي مزيان. نديرو جوج بيضات، وغنزيدو هنايا معلقه صغيره ديال النشا، شويه الربيع، هنا عندي ثومه غبرة، عندي شويه الابزار، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. صافي غنديرو هادشي. شويه ديال المليحه، نحركو هادشي مزيان. صافي من بعد ما حركنا هاد لاباغاي مزيان غنزيدو صدر ديال الدجاج. نجيبو لي بتي مول ديالنا لي دايرين في الكونجيلاتور. صافي غنعمرت لي مول ديالنا بالحشوة ديالنا. بالنسبة للفران غنشعلوه يسخن
وغنطيبو من التحت على نار مهيله عاد باش غنطيبوهم من الفوق. ومن نبغيو نحيدوهم من الفوق من عفوا من غنبغيو نخرجوهم من الفران غنزيدو شويه الفرماج من الفوق. نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيش ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه.